بعد سلسلة حملات نفذها الجيش اللبناني على مدى الأشهر الماضية لملاحقة اللاجئين السوريين ودعوات أطلقتها قوى سياسية لبنانية من أجل ترحيلهم رغم عدم توفر شروط العودة الآمنة في بلادهم، صدر موقف عن البرلمان الأوروبي يدعم إبقائهم في لبنان. النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني قال في تغريدة على تويتر إن البرلمان صوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مضيفاً أن من بين المسؤولين الفرنسيين المنتخبين المنتمين إلى التجمع الوطني صوتوا ضد القرار. تصويت البرلمان الأوروبي قوبل بتنديد حكومي لبناني، حيث قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار إن التصويت هو تجسيد لمواقف ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسل بشأن دعم بقاء اللاجئين السوريين بلبنان رغم الأعباء التي يشكلونها على البلاد. وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين قد كشف في تصريحات سابقة أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ بالفعل، مشيراً إلى أنه سيتم ترحيل 180 ألف لاجئ إلى مناطق الحكومة السورية كمرحلة أولى، ومن ثم ترحيل 15 ألف لاجئ شهرياً لاحقاً. يأتي ذلك في وقت تؤكد منظمات حقوقية وجود مخاطر تهدد الكثير من اللاجئين السوريين في حال تم ترحيلهم إلى بلدهم قسراً نظراً لاحتمال تعرضهم لملاحقات والسجن والتعذيب، مؤكدة أن الظروف غير مواتية على الإطلاق لعودتهم.